توقعات الفلكية لموضوع برج الأسد خلال شهر يونيو 2019. راح يكون أول اسم من شهر يونيو إيجابي على موضوع برج الأسد، راح يحب يظهر يلتقي أصدقائه، راح يتلقى دعوات اجتماعية، يحس قد ايه العالم بحبوه، قد ايه حابين يكون موجود معهم. هيدا الشيء كتير حلو، هو أصلا بحب هيدا الشيء، بحب إنه العالم بتمدح فيه ودائما تعلي من معنوياته. برج الأسد بيعيش من وراء الآخرين، يعني ما في عيش لوحده، ما في يمدح حاله لوحده، بده الآخرين هن يعكسوا صورته، وهيدا الشيء رح يلاقيها ببداية جون. تواجد الكواكب الموجودة بالجوزاء بتساعده اجتماعيا، بتدعمه اجتماعيا، بتدفعه لأنه يتعرف على ناس جديد. ممكن كتير الهلال الجديد بثلاث الشهر أنه يقدم له شخص جديد، صديق جديد بفيده أكيد للمدى البعيد. حتى بعد مواليد الجوزاء بيفكروا يغيروا أهدافهم البعيدة، بيصير في تغييرات معينة على الأهداف اللي هن حاطينها على المدى البعيد، بيكون هيدا شيء إيجابي. بنصحه أكيد يستغل الفترة قبل 20، من 20 وصاعداً هون شوي بتصير الفترة صعبة، الصحة شوي بترجع لورا، بالمعنويات شوي بتنزل، بيصير محتار يمكن بين إنه كيف بده يقدر يوفق بين شغله وبين راحته النفسية. أكيد هون بقول له إنه بدك تنتبه على راحتك النفسية أكتر، بدك تشتغل إنك تخلص من كتير أمور سابقة وأمور ماضية ما عاد إلى لزوم أبداً، هيدي بدك تخلص منها بشهر جون لتقدر أكيد تكمل حياتك اليومية بطريقة صحية، لتقدر تخدم الآخرين بطريقة صحية وبطريقة أكيد واقعية وطبيعية. وبتريحك، بدك أنت تتخلص من كل تراكمات ماضية، أفكار أنت عم تفكر فيها، ذكريات، مشاكل نفسية، هولي كلهم بدك تشتغل عليهم لأن في فرصة أنك تخلص منهم. بس أكيد بوجود مارس ببرج السرطان تلت الشهر بقول له أنه بده ينتبه لمين بده يعطي ثقته، لأن ممكن كتير يكون في مؤامرات عم تحك ضده بالخفاء.